دعوات للتظاهر، خطوات عدائية وتصعيدية، معارك سياسية وأخرى اقتصادية، وأخيراً استقواء بالخارج. لطالما أثار اتحاد الشغل التونسي الجدل من خلال الدعوة لتنظيم مظاهرة بالعاصمة، وذلك رداً على ما وصفه بأن سلطات البلاد أغلقت أبواب المفاوضات والحوار. ورغم قرار السلطات التونسية منع التظاهر، دعت جبهة الخلاص وحركة النهضة الموالية للإخوان أنصارهما للتظاهر للمطالبة بإطلاق سراح قيادات التنظيم المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، ومنع دخول ماركو بيريز مولينا مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا في النقابات الإسبانية البلاد والمشاركة في الاحتجاج لاعتباره شخصا غير مرغوب فيه. في المقابل، وجهت الخارجية التونسية دعوة للبعثات الدبلوماسية في البلاد إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات معارضة. ولأن هناك أعداء يتربصون بالشعب التونسي، فقد حان أوان المحاسبة ولا تراجع عنها، لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي، وهو ما أكده الرئيس قيس سعيد، واعتبر أن العلاقات الخارجية للاتحاد أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فكيف يكون هناك مطالب للاحتجاج على محاسبة المتورطين في الفساد؟